مساء الفل. النهارده هنتكلم عن اغنيه مصريه وصلت للعالميه، ودي رساله مهمه جدا للمطربين المصريين. فوق بقى شويه عشان ده مش حلو خالص، ان اغنيه مصريه المطربه غير مصريه توصل للعالميه. انا بتكلم عالميه بقى بجد، سيبكوا بقى من اي رقش بيتقال وحد بيطلع يجامل حد عشان العلاقات. انا على طول الحاجه الحلوه بقول حلوه، والحاجه اللي نجحت بقول نجحت. أغنية أليانا، معلش بقى سوري في الأسماء والحاجات دي لأنه في كتير حاجات فاهمين داخلة في بعض، باستثناء اسم الأغنية. أغنية اسمها جنني، أغنية ترند، أغنية ترند في منصات كتير عالمية. الأغنية مصرية، الأغنية اللي أنا عرفتها إن هي كلمات جاتشويري. جاتشويري، فاكرين جاتشويري يا جماعة؟ راجل كرييتيف جدا، بحبه هو محمد أماح. بحس الاتنين يعني الاتنين دماغهم ضربة فنيا، وناس كرييتيف جدا، وناس يستاهلوا اكتر من اللي هم فيه على فكرة. الالحان والتوزيع معرفش، بس ممكن تقول مساري مثلا، مساري ولا مساري مش عارف اسمه ايه. بعتذر تاني على موضوع الاسماء والمعلومات وكده، لكن هي حتى الاغنية مش مكتوب فيها حاجة، يمكن يكون اتغير بس معرفش. المهم الاغنية دي بقت في فيفا، انتوا عارفين بقى حوار فيفا واي سبورتس والحاجات دي كله دخل في بعض، ولكن فيفا 2025 اول اغنيه عربيه تتاخد في البلاي ليست بتاعه فيفا. يعني انت لما تشتري فيفا 2025 او تجيبها كده من شارع عبد العزيز مضروبه ايا كان، هتسمع اغنيه عربيه وسط الاغاني الاسباني والبريتش واللي مش يعني، تسمع اغنيه جنني، اغنيه مصريه بكلمات مصريه ومطربة فلسطينية. مبسوط جدا من حاجة زي كده، ولكن رسالة يا جماعة، احنا اصلنا كمصريين اكيد الاغنية الشرقية الجميلة وكده، بس انا زهقت اهو. الناس بتدور في نوع موسيقى ممكن يكون اتعمل قبل كده ايا كان بقى، R&B بوب لاتين مش عارف ايه. المقسوم مش هيوصلنا يا جدعان. الاغاني لا ده في الافراح، دي الاغاني الكوميرشال، الاغاني التجاريه اللي الناس بتجيب المطربين عليها عشان يحضروا افراح او يعملوا افراح والموضوع فلوس، وده ما عنديش مشكله فيه خالص. بس حته المنتج، عدم وجود المنتج، ودي قلتها في فيديو قبل كده، هو اللي فشخ الدنيا. ليه؟ المنتج عايز يكسب، بس برضه عايز عنده رؤيه انه يعمل مزيكا مختلفه. الكلام ده كله الموضوع مش مكسب فقط، لكن من ساعه ما المطرب دخل وينتج الموضوع بقى فلوس فقط. بجيبها لكم الاخر، احنا مش عارفين نعمل اغنيه زي دي؟ احنا بنهزر؟ احنا يعني يا جماعه بجد، مين القامات، مين المطرب، مين اهم ناس دلوقتي على الساحه؟ تامر عاشور، عمرو دياب، حمائي، تامر حسني، بسيبكم الترتيب، انا بقول رامي جمال، رامي صبري. احنا مش عارفين نعمل اغنيه توصل بالليفل ده. على فكره الاغنيه الكليب بتاعها جامد جدا، انا استغرب، والريتم بتاعها حلو قوي، يعني هو غربي بحت ماشي، بس برضه انت حاطط اله شرقي، صوت حلو. حتى الانترو بتاعها اللي في الاولاني ده يعني مش عارف، يعني ما اعرفش، زعلان جدا من اللي انا بقوله، بس احنا رجعنا، احنا في اوائل الالفينات لحد 2008 2009 يا جماعه كنا متقدمين جدا، وكنا بنواكب وعملنا اغاني ومش عارف، دي اغنيه لحنها اترجم فين دلوقتي؟ فين الملحنين كلهم بقى؟ اللي بيطلع يقول لك انا ملحن مش عارف اعظم ملحن، والتاني اللي بيقول لك انا عامل تاريخ، ومع كل احترامي ليكوا، فين؟ اهو اغنيه هي قد كده، مش تقليل منها، عالميا اسمعوا مني. ده اللي كان عندي النهارده، قولوا لي ايه رايكم في حال الاغنيه المصريه وحال المطربين المصريين. يعني محدش يزعل، الموضوع كله بقى بيزنس يا جماعه دلوقتي، محدش عايز يعمل اغنيه تضرب عالميا، واهمهم كان عمرو دياب. عمرو دياب اللي كان دايما بيفكر في الجديد، دلوقتي ايه؟ قشطه، عادي جدا، بس محدش يزعل مني. بس يعني انا صاحب مقوله زهقنا من مقسوم، وناس كتير الحمد لله عرفت معنى كلمة مقسوم بالبلدي كده. انا مش هفضل اصعب لك اصل المفردات، نبقى نعمل
برنامج تعليم المزيكا بقى وتعليم المقامات الموسيقيه والكلام ده كله نعمله على جنب، مش هطلع انا اقول لك كلام مجعلص انت ما تفهمش مني حاجه. انا نفسي اعمل برنامج اسمه السميع، بس انا راجل سميع بس، ف زي اي الناس يعني. ف انا متضايق ومبسوط في نفس الوقت، بس متضايق على حالنا مش عارفين نعمل اغنيه زي دي كمطربين كبار. قولوا ايه رايكم في الكلام ده كله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.